للحديث عن الرفض الإيراني لاتفاقية تسليح واشنطن لكردستان العراق بأنظمة دفاع جوي، معنا من أربيل الباحث والمحلل السياسي سيد كاظم ياور. سيد كاظم، بداية مرحبا بك. ما دخل إيران في موضوع نية أربيل تركيب منظومة دفاع جوي؟ لماذا تطلب طهران التوضيح من أربيل بذلك؟ نعم، مساء الخير. طبعا شكرا على الاستضافة. بالنسبة لتركيب منظومة الدفاع الجوي في إقليم كردستان العراق أو في العراق، طبعا من حيث الأساس هذا الموضوع يعتبر من أولويات، المفروض أن تكون أولويات الحكومة العراقية وكذلك يعني قوات البشمركة أو قوات حرس الحدود ضمن منظومة الدفاعية العراقية. لابد أن تكون هناك آليات ووسائل دفاعية متوفرة يعني لدى الحكومة العراقية على الأقل لردع أي عدوان من أي دولة أو منظمات إرهابية تقوم باستهداف أراضي عراقية في أي يعني محافظة أو ولاية أو إقليم كان. هذا شيء مفروغ منه أساسا من واجبات الحكومة العراقية أن تقوم بهذا الأمر. فمع من يعني الحكومة العراقية تعقد اتفاقيات من أجل إبرام هكذا اتفاقيات لجلب منظومات الدفاعية الجوية؟ هذا الشأن يعني داخلي عراقي بحت، لا يتعلق بأي دولة جارة أو حتى غير جارة. فكما أن لهذه الدول إيران أو غير إيران لديها منظومات دفاع جوي ومنظومات أخرى لدفاع عن سيادتها وأمنها القومي، فكذلك بنفس المستوى لابد أن تكون هناك للعراق منظومات يعني دفاع عن نفسها وعن سيادة أراضيها في هذا الصدد. هناك اتفاق أمني وقعه المالكي مع أمريكا ولا يزال ساريا، وقعه عام 2008 كما تعلمون، وكانت هناك موافقة إيرانية ضمنية. لماذا إذن هذا الرفض الإيراني للاتفاقية أو الاتفاق الأمني بين أربيل وواشنطن؟ طبعا إذا ذهبنا وحللنا معنى الاتفاقية بمعناها يعني عقد ما بين طرفين دولتين أو إقليم مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الشيء لا يوجد على أرض الواقع، وحتى عبر طرق دبلوماسية لا توجد شيء اسمه اتفاقية ما بين الإقليم والولايات المتحدة الأمريكية بتزويد الإقليم هكذا منظومات، بل أن هذه الأمور تجري وفق ما يتبناها الولايات المتحدة الأمريكية مع شركائها في المنطقة في محاربة الإرهاب من ضمنها الداعش. فالولايات المتحدة الأمريكية لديها قواعد كما هو معلوم لدى حضراتكم في العراق، قواعد أساسية في بغداد وأنبار وكذلك في حرير يعني في إقليم كردستان العراق. ونتيجة تواجد قوات الأمريكية وهذه القواعد في إقليم كردستان العراق، يعني في مرات عديدة تم استهداف الإقليم بمبررات قامت بها إيران أن تواجد قوات الأمريكية أو مزعومة بتواجد عناصر. طيب، كيف إذن بناء على ذلك كيف إيران تطلب من أربيل الالتزام بحسن الجوار في حين أنه حصلت عمليات قصف نفذها الحرس الثوري الإيراني داخل أراضي كردستان؟ نعم، وهنا المعضلة، يعني من يلتزم بحسن الجوار؟ المعتدى عليه أم المعتدي؟ يعني الصواريخ عندما أطلقت من إيران إلى أربيل وضواحي أربيل ومناطق يعني حتى وصلت إلى مشارف كركوك، فمن يلتزم بهذه حسن الجوار؟ هنا معايير مزدوجة، يعني لابد أن يكون هناك التزام بمعايير الدولية ضمان السيادة للعراق والإيران على حد سواء.
فلا توجد أي أدلة ثابتة أمنية أن أراضي العراقية خاصة إقليم كردستان العراق أصبحت هي يعني بدرجة أساسية ممرا بضرب مواقع أمنية عسكرية داخل إيران، بل إيران هي نفسها أثبتت مؤخرا وبشكل قاطع أن بعض الدول الأخرى غير العراق بتاتا أن إسرائيل أو أمريكا ضربت مواقع يعني دفاعية إيرانية عبر هذه الدول، وكذلك استهدفت إيران في سوريا مباشرة ليس من العراق بل من مناطق أخرى، يعني سواء كانت كما قالت إيران من أذربيجان أو مناطق أخرى. نحن لا يهمنا من أين أتت، ولكن يهمنا أن العراق وإقليم محافظ على هذه الحسن الجوار. طيب سيد كاظم، نعم. ما الذي يعني لماذا لا يكون للعراق أنظمة دفاع جوي موحدة؟ يعني ما دور الحكومة الحالية في جعل هذا الأمر واقعا؟ أم أن هذا الأمر مستحيل كون كردستان إقليم ويعني لا ينطبق عليها جميع القرارات ويعتبر الأمر يعني فيدرالي وإلى آخره؟ طبعا كأي دولة اتحادية فيدرالية في العالم، المنظومة الدفاعية هي من مسؤوليات يعني كسيادة حفاظ على السيادة من مسؤوليات الحكومة الاتحادية من توفير هذه المستلزمات، والحكومة إقليم ويعني المنظومة الدفاعية في الإقليم تلتزم بالسياسات العامة للدولة من حيث الحفاظ على هذه السيادة، ولكن عندما لا توفر الحكومة الاتحادية هذه المستلزمات الدستورية، حقوق طبيعية ليست إضافية أو شيء خارج عن المألوف في جميع المواثيق أو دساتير العالم. فهنا يعني فقط نعم في نقطة عام 2008 أستاذ كاظم، يعني 2008 عذرا للمقاطعة حصلت أو وقعت الاتفاقية الأمنية بين المالكي وواشنطن. أليست هذه الاتفاقية الأمنية شاملة العراق ككل أم العراق ما عدا كردستان؟ لا، هذه الاتفاقية هي شاملة لكل المناطق العراقية، وحكومة إقليم كردستان العراق ضمن العراق، وهذه السياسات لابد أن يتبعها حكومة الاتحادية من أجل حفاظ على وحدة أراضي العراقية، وأن يكون سياسات الإقليم ضمن هذه المنظومة العراقية. وولايات المتحدة الأمريكية يعني هي نحن في الإقليم نعتبرها مقصرة في هذا الجانب، هي وعدت الإقليم ووعدت العراق مرارا وتكرارا ولم يفي بهذه الوعودها. أين يعني الوعود السابقة من حيث تجهيز القوات البشمركة وقوات أخرى في العراق بهذه الأسلحة؟ فالولايات المتحدة الأمريكية هي أصلا متأخرة عن التزاماتها في هذا الصدد. الإقليم يعني يتجاوز عليها مرارا وتكرارا من إيران وغير إيران، ولا توجد أي منظومة دفاعية للحفاظ أو دفاع عن المواطنين ومصالح العراقية في الإقليم وكذلك مناطق أخرى. إذا من هو المقصر؟ المقصر بدرجة أساسية الولايات المتحدة الأمريكية، وبدرجة ثانية الحكومة العراقية الاتحادية. فلا بد أن تكون هناك سياسات شاملة وكاملة لكل أراضي العراقية يتبعها يعني الحكومة العراقية بمعية الحكومة إقليم كردستان العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الكل يعلم العراق ضمن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وعراق مستهدف في هذه المرحلة وما قبلها من الإرهاب أيا كانت تسميتها. الاعتداء اعتداء على السيادة العراقية، لا توجد هناك أي مبرر للاعتداءات التي تأتي على أراضي العراقية وتخرب المصالح المواطنين العراقيين في قرية كانت أو محافظة كانت في الإقليم أو في مناطق الأخرى. إذا التزام مشترك، لابد أن تكون هناك التزامات متبادلة. الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تقوم
يعني تطبيق هذه الاتفاقية التي جرت ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وتطبيق بنودها بشكل واضح وصريح. من أربيل الباحث والمحلل السياسي السيد كاظم ياور، شكرا لك.